ناسن يقسموا البرامس هم، ناسن يقسموا البرامس هم، طاح ليبل لاحي يراني، يابت سمنها بروبي كل، من لي موريحة برد شكل، قالت يا ابوي بروبي كل، هيكل ويابت حبرد شكل، لكن قاصد وعاني، برامس هم لي لاحني ولاح يراني، ابوي ناسن يقسموا البرامس هم، طاح ليبل لاحي يراني، يابت سمنها بروبي كل، من لي موري حبرد شكل، أه؟ من لي موري حبرد شكل، قالت يا ابوي بروبي كل هيكل ويابت حبرد شكل، لكن قاصد وعاني، برامس هم لي لاحني ولاح يراني، قاصد وعاني، برامس هم لي لاحني ولاح يراني، لكن ما هو هذا السؤال؟ تبي تعرفوا السؤال؟ تعالوا. انا شفتك انه متعذب. متعذب؟ متولع؟ متولع؟ فوق الشوامخ انا قامص ضباب وبعاد. لا بس هو يا عين. تعالوا معي، تعالوا. حتى بدري قرار خمسين. المرة؟ ها؟ بدري انت؟ الله يعطيك الصحة. ايوه. لا من شهادك تدرسون. وان هو لم يحمد على الضي نفسها فليس الى حسن الثناء سبيله. قال لي مشغول او فاضي انتظر وصلك ومتحير. سلامك يا سالم يحييك وعد ويسلل القلب الغضبان. تقدر عامر؟ ما يقدر. انا يقول سمعت صرخه من نخل حمدان، هاي تريلي من ركيضه تكسرت. وي لاف يو اول. سؤالنا اليوم أغنية شهيرة غناها الفنان سالم علي سعيد وغنوها كثيرين، لكن هي من كلمات الشاعر القدير جمعان ديوان. باعدت يا صولي قرب حمران بشوية، تعبت ما معي قدرة من السيرة والجية. باعدت يا صولي قرب حمران بشوية، وتعبت ما معي قدرة من السيرة والجية. إيش هذا الفن؟ تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. بخير. نشكر الله. يعطيك العافية. يسرك الحال غالي. يا مرحبا. يا مرحبا بالساعة والله. قالوا إن معك قصيد. يا ليت والله ابوك القصيد كان يحضر، لكن الحين عاد مو بوقت الحين مثل ما يقوله. ليش ما بوقت؟ لسان، لان مسوي عمليه في اللسان. سلامتك سلامتك. مسوي عمليه لسان ولا موجود. سلامتك. موجود طال عمرك، الميدان موجود، كل شيء موجود. سلامتك سلامتك. واحنا دائما نتابع برنامج الحلو هذا. باعدت يا صولي قرب حمران بشويه، تعبت ما معي قدره من السيره والجيه. ايش هذا الفن؟ فن العازي هذا. العازي. العازي. اي نعم. العازي. 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 نعم. العازي. ما العازي. احسنت. بارك الله فيك. الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. انت بخير؟ بخير. يعطيك العافية. باعدت يا صولي قرب حمران بشوية، تعبت ما معي قدرة من السيرة والجية. ايش هذا الفن؟ هذا فن قديم الفن الهبوت، بس ناس اسمه يمكن الهبوت. يمكن الهبوت. الهبوت جايز، لكن هو جزء اتوقع منه. اتوقع جزء من الهبوت. جزء من الهبوت. جزء. جزء من الهبوت. جزء من الهبوت. جزء من الهبوت. يقول لك لا. شوف خاطرك. تسلم. احسنت. يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الله يعافيك. الحمد لله والله. يعطيك العافيه. الله يسلمك. الحمد لله. قالوا انه معك قصيد. اي نعم معنا. هات. يقول لك يوم اللحد رحنا القريحة زايرين، يشوف السمر والسيح وسكون البداه، ويوم من وصلنا البيت عند الخيرين حميد فتح لي الباب واسمع له نداه. حميد واهل البيت كلهم حاضرين، قالوا يا مرحبا بسعيد اطلب لي تباه. قال سعيد انا جيت اليوم احكم بين الثنين، ويقول ابو سلطان مطلوبه يباه. كم من وكم منهم عليكم حاضرين، يرجو وصول الحق ويطلب له وفاه. واللي يصبر الناس على طول السنين، لا تصح له توبه ولا ربه عفاه. وكم من بمال الناس صبح وميتين، لا تجوز لا حجه ولا صوم وصلاه. يقول البدوي عن السيل كن عدوله،
البدوي عن السيل كن عدوله بوشي انا طنفت وبهمتي انا الظالم انا المظلوم انا العفريت بنيني لكن لي حر نبعين كن عدوله امشي بهم خف وبهمتي. هذا كلام الاوليه. اي نعم. زين يقول لك بعدت يا صولي قرب حمران بشويه تعبت ما معي قدره من السيره والجيه. ايش هذا الفن؟ هذا فن سمعنا حد يغنيها؟ اهل صور اظني. اظني اهل صور. اهل صور. اي نعم. فن اهل صور. اي نعم. فن اهل صور؟ صور تقريبا. صور. اي نعم. احسنت. زين اشتغلت؟ كيف ما بتشتغل؟ أه؟ قصبا عليها بتشتغل ساعة؟ أه؟ اسمعك أنا طبعا. الله يعطيك الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية إن شاء الله. بردانة هيش؟ لا ما بردانة. أه؟ ما بردانة. العمر طيب إن شاء الله بإذن الله. ماشي الباص تعبان؟ لا ما تعبان. تعبان؟ الحين هلبو ما ندلك؟ أبو ما ندلك؟ الامور طيبه. خمس ساعات شغله خمس ساعات. لا لا دقيقه ثواني بعد ثواني ترى اذا سمعت ثواني ساعات تحش انت بعيد ساعه داير راسك سمعك تحشك ساعه لا الرد داير راسك قريب قريب ما راس هالرحت امور طيبه امور طيبه ابيع ابيع على كم ابيع بلف أه؟ بلف 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 على هايدك بتقول لي 150 هات 150 هات 150 هات 150 بتعطيني اياها بعطيك اياها خلاص شلي وروح بس خلاص شهدوا عليه يلا الا 150 الله الله يعطيك الله يعطيك العافيه لكن بعطيك من تياوبني زين غير اول بسمع ميدان ما اعرف انا رزحه ما اعرف تغرود ما اعرف طارق ما اعرف عليك بالجماعه هاي لك بس وانت ماني ما اعرف من كي خربان باص لانك ما تعرف زين يقول لك بعدت يا صولي قرب حمران بشويه تعبت ما معي قدره من السيره والجيه نعم هكذا غناها الفنان سالم علي سعيد الله يرحمه نعم ايش هذا الفن والله ما اعرف صراحه ما اعرف السلام عليكم السلام صباح الخير كيف حالك اخبارك عساك بخير طال عمرك حي الله وسهلا وصلت ما شاء الله ما شاء الله الدنيا ايش اخبار حي تسلم ديارك سكون تسمع صبر هات ما عندك لا يتسمع بعده هذا يسمعنا خلي يسمعنا هذا ولدي ولد اختي ولد اختك لكن يتسمع خلي السر ما بين الاثنين امور طيبه كل شيء على ما يرام الحمد شيء معك ميدان لا انا ما شغلي شيء معك رزان لا انا شفت ورحت ولكن قلبي ما قبل والله رحت الميدان رحت والشارح رحت وكل شيء رحت ما بقيت شيء ما رحت ولكن ما ادري قلبي كيف ايش فيه ما اعرفه والله العظيم بغيت ماشي مثل انا عمري من عمري 15 سنه وانا هوم دنيا ظلمه حشر وانا الاقي ليل يوم ليل مطال ولكن ما ادري كيف قلبي صدقني ما ادري كيف العالم الله قلبي يعني الوحيد ما ادري كيف السلام السلام الله ماشي فوادي ماشي فؤاد صغير ما اعطوني فؤاد كبير لاني خاف ما شاء الله ما عليك من عرض. الارض ما عليك وفؤاد ما عليك فؤاد صغير ما عليك مره مرتين ما له مره طول الله في عمرك الله كثر خيرك يا رب العالمين جميعا ان شاء الله امك ما بتسمعني شيء ما عندي والله
ما عندي هذاك الفواد الصغير مشاكل ما زين ما اقدر اضحك هذا شيء الاوليين دوله الله يغفر له ورحمه فريش بن سرور وهاش هذه لك راحوا اللي حد سموه الرشاش وحد سموه كذي حنا ما اقدر يوم اهل بيت وما اقدر اقبض كيف علينا نقبض حتى كلمتين ماكي والله رشاش هذا هو اهل عشر ارباع ومشيتهم ارباع وسيرتهم ويتهم ارباع رحمه الله فؤادك صغير فؤادك صغير انزين يقول باعدت يا صولي قرب حمران بشويه تعبت ما معي قدره من السيره والجيه ايش هذا الفن؟ هذا ميدان ها؟ ميدان مره 200% مليون في المية مره ميدان ميدان لا تغير ولا تبدل ما ببدل انا كذا فؤادك يكبر صغير عارف درويش هذا اخوي ولدنا نعم اخونا وحبيبنا اللي وراك مره مره شفت انت شوفه هني عارفه عارفه ابى كلمه شوي كلمتين اوف خطير هذا يخوف ها؟ ها؟ يخوف تخوف لا والله انا افرق افرق يقول تخوف لا لا افرق انا افرق من ايش تفرق افرق يوم يستوي الليل فرقت مره ما اقدر ترقد ترقد من العصر مره بتسمعنا شيء يا ينكم وراكم قول لي كلمتين ايش ايش اللي تعرفه ايش تبغى تقول ميدان 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 يقول برق من المغيب للضولاح وناس بلوني بلاويها والعيون نفرين ما بسلاح حتى بخناير بلاوي زين تقول انت تفرق بعد نفرق ويوم يوك نفرين تقول ما بالهم سلاح مني تفرق ما بالهم سلاح يوم لا نفرين اقدر اعاصرهم اقدر اعاصرهم والله طيحون والله طيحيتهم لا طيحهم طيحهم ما شاء الله عليك اقول لك يقول لك باعدت يا صولي قرب حمران بشويه تعبت ما معي قدره من السيره والجيه ايش هذا الفن؟ والله تعبت يعني خلاص السيره والجيه تعبت تعبت من كثر ما امشي وياه كل يوم كل يوم امشي وياه الريول بتخبر شو بخاطرك؟ توصيني بشيء سامحني يا بارق من قد الشرق سناي يسقي ديار المحبين عاله ويسقي ديار الذي عيونها دعاي سيح ويبل والنخل والمحال انا بضامري وانت بالعين بكاي ساعة عزمنا مشى من وفاله وفل الليادي وريلي وعضاي ولا سعيدي غلبني يا شاله ورايت قلبي كمين الكذراي قفاني الحال والسد كوهله قال لي توكل وانا ظل مجراي في حبس ابوه بعينه مضاله رايت قلبي كمين الكذراي قفاني الحال والسد كوهله قال لي توكل وانا ظل مجراي في حبس ابوه بعينه مضاله من كان مرهون بالمال مفداي ومن كان مسكوم عامل سعاله ومن كان في لاهب الشمس مدعاي يفني على مدعي العين ظاله وهالكوز هبيب الاشغر وجاي رثمي على صم الحياة رثم الطال وهاتي خبر بوك فيفة محناي لي مرقى مثل نار الهال ومري على الدار مثل البوشاي اللي مقطوع له بين يد وصاله وين لقيت المحبين وعاب قفاي زقري عليهم زلقة مستداله الفن يقول الدان 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 ما
لابلين ناقفي، لكن يقول للريم باني قصر في وسط الولايه، بيبان فضه وذهب بالماس مزلايه، ليل وزمرد وبالياقوت مطلايه، ومن سورة لم ترى مكتوب في بابه، في الدار له سمعته والناس في الدار له سمعته والناس تهذابه، وكل من طلب سيفته وحتى شيوخ الولاية. هذا دان يقول هناك يقول يوري مهيد بنش دكانة تسمح لي وتابع ديار الهوى وتارك ديار أهلي. ما غث يميني عليك يوري محايني وتركت غالي ثمن في شفكم ييني في شفكم ييني. وامس العصر ريتهن يرعن وسط بستان يرعن شيار العنب والخوخ والرمان والعين اللي برقت برق لضاف عمه. شوف يقول لك حن معنا سؤال يقول لك باعدت يا صولي قرب حمران بشويه تعبت ما معي قدره من السيره والجيه. ايش هذي الفن هذي مدار لا 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 بوم ربوبة هذه ربوبة هاي الفن واني غفلت عنه وما يبتسع هاي ربوبة واني بصلالة عايش بياهم هناك بالطرب ربوبة هذه ربوبة مرة 100% الربوبة الربوبة اسمي عبد الله بن علي بن جمعة البلوشي والنعم فيك يا اخوي عبد الله والنعم حالك الله يرحم والديك صحيحة. عزيز وغالي فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من الله يرحم سلطان والديك. عمان الله يرحم تستاهل. والديك تفضل الله يعطيك الصحة والعافية وابوي عاد بتدور علينا يب خلى عندك سوالف حط السلام وقمت تنحاش ليه من زقرت أفضل بيه مش حلامه تمشي مشي القطع ساقين بلي عظم هذا أي فن أي عظم أي عظم ويا عظم دينه شر رأيت الشيء سؤال ومنشدة سؤال ومنشدة سؤال ومنشدة لعمامي وصهوري كل واحد جنبية وعدتك لاقيتك أقسم لك لهدية لعمامي وصهوري كل واحد جنبية وعدتك لاقيتك أقسم لك لهدية عرفتوا؟ يا بصحتك نعم مشكور بخير خير وعافيه اني شايف انك داخل تلفزيون نبغى نشايف انك متى الحين الحين شفتني كيف حالك خير وعافيه طيبين قالوا انه العلو مش علو العلو ايش يعدو مش اخبار حيا وسهلا قالوا انه معك قصيد ماشي ايش من القصيد تبع ميدان ماشي رزحه ماشي شحشح ماشي داندان ماشي ايش بنقول سالتني ماشي ايش اللي معك ايش اللي سالك ايش اللي معك معي؟ ايش بقول لك الحين؟ ما عرفت. يو من سوع الرقايب منيت بدواك ومرادك باجيت العمر بتودفه. انت غريمي وانت اللي فاعل تراك وانت المداوية اللي سقمي هب السهيلي وعلب والغربي سبر والكوس مسناسن يسليني هلت مخيله واصبح الهايب خضر عود مظلل ما بين البساتيني. معي انت؟ معك معي؟ معك معي؟ معك معها ايش بعدنا قال؟ يقول سفر السواحل متغاني وشرال نخيل ونخيل من البصرة وجليل احداته رمان فيه وما بين العواض دهيل في دين غيرة في يوم يحل حصاده اكيد بمعنها والدولة الكوس هل هالله جليل وروف بي ما حيدني فاعل خطي ولا اسيت ومن كان من طينة بنادم بشتكي ومن كان من ربي تقانعت ورضيت بس بس يكفي وايد حاطين يقول لك لعمامي وصهوري كل واحد جنبية ها لعمامي وصهوري كل واحد جنبية ايوه وعدتك لاقيتك اقسم لك الهدية ما اعرف ايش الفن ما اعرف ما اقدر اضيف هذه ما تعرفها لا مرة مرة ببدي بتحية ببدي بسلام ببدي بتحية هذا السلام من وسط قلبي حالك يا ابو
عين الغضية حالك يا ابو عين الغضية يوداني دان يودان داياني يوداني دان يودان داياني وداني اللي دان بقول يا الله وبسري معك يوليل سياري وبسري معك يوليل سياري بمشي ماشي لين السوايا حيل بمشي ماشي لين السوايا حيل وانا الشخص لتوصفوا يونا خسرى دقيق والعودنا يا حيل خسرى دقيق والعودنا يا حيل يوداني دان يودان داياني يوداني دان يودان داياني وداني اللي دان بقول يا الله بسري معك يوليل سياري وبسري معك يوليل سياري وبسري معك يوليل سياري لمن بكيت لتلوموني لمن بكيت لتلوموني يوم ياتني زقرة معي الباب طفي الفنار ظلمت عيوني طفي الفنار ظلمت عيوني يوداني دان يودان داياني يوداني دان يودان داياني وداني اللي دان وقول يا الله بسري معك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك بخير؟ الحمد لله. يعطيك العافية. يعافيك. قالوا إن معك قصيد. لا ما شعري. أنا مش عارف قصيد. مرة؟ أبد. نهائيا حتى طش. ولا شوية؟ ولا شوية. ولا ربع؟ ولا ربع ولا نص ربع. مرة. أيوة. زين يقول لك العمامي والصهوري كل واحد ينبيه. وعدتك لاقيتك أقسم لك الهدية. إيش هذي الفن؟ ما فهم. ما تعرفه؟ نعم. يقول لك العمامي والصهوري كل واحد ينبيه. نعم. وعدتك لاقيتك أقسم لك الهدية. نعم. إيش هذي الفن؟ والله. فن مسبع يمكن؟ مسبع تقريبا والله ما 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 نعد عندي المام بهذا الشكل مسبع تقريبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شخبارك طيب الحمد لله. حياك الله شخبارك طيب حياك الله صرفي. والله كذاك الحمد لله. ايش من التمور اللي تبيعه؟ والله متنوعة شيء عماني وشيء من خارجي عماني موجود معنا. شيء سكري؟ سكري لا مال السعودي ما شيء معنا معنا اكثر شيء كان مال العمان الشرقية مال نبرا ومال الكامل اللي مع الاخلاق خلاص خلاص موجود و... فرض شيء فرض فرض موجود نعم كان موجود حتى اخر الموسم خلاص نهايه تقريبا الحين مش عاد مثل الاول لكن زين في رمضان لا رمضان توفر لك تحيد الاخر الموسم يكون شويه اقل يقل يعني كميته الناس ساحبه من البدايه لحاجز حاجز ترى نعم. حياك الله يقول لك العمامي وصهوري كل واحد جنبيه وعدتك لاقيتك اقسم لك الهديه ايش هذا الفن اعتقد اخي هذا سمعنا من الجنوب منطقه الجنوبيه بس سمع لها حفظ الظفار حفظ الظفار بس عاد ما يحضر الحبوت او هيش ما اعرف ما اعتقد احسن سامح حياك الله تفضل تفضل احسن وابوي حد بتداور علينا يب خل عندك سؤال حط السلام وقول تنحاش ليه من جقرت تضل في مش حلامك تمشي مشي القطع ساقين بلي يا عظم هذا اي فن اي عظم اي عظم ويا عظم دينا شرعيت الشيء سؤال ومنشده سؤال ومنشده سؤال ومنشده الله بالخير كيف حالك؟ الحمد لله بخير الحمد لله والله عافيك الله يعطيك العافية قالوا إن معك ميدان ماشي أحبابي ماشي ماشي أنا بضرب ضبي كان ضرب يصيب وتحت الضبي ضباي تاتوني ولا يستوي الشيء بالتقصيب كل السبب شوف زيتوني زين يقول لك العمامي وصهوري كل واحد جنبية العمامي وصهوري كل واحد جنبية جنبية نعم وعدتك لاقيتك أقسم لك الهدية هدية. إيش الفن؟
والله ما بعرف. فنات شحشح منصور هاي. شحشح. شحشح. احسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك ابوي؟ الحمد لله. انت بخير؟ خير وعافية. الله يعافيك. الحمد لله. يا مرحبا بك. يا هلا وسهلا. من زمان هني في السوق؟ والله من 10 سنين واكثر بعد. من 10 سنين واكثر. نعم. دلال هني؟ دلال نعم. تنادي على السمك؟ نعم. نعم. وشيء معك فنون؟ شيء قليل معي. هات سمعني. اي والله. يقول بحر غزير ومراكب فيه، وكيف انت سيحين يو فيمي، وخسارة الطول واللي يلفيك وانت من الفواد عدمان. تبغى غير بعد شيء؟ ابغى. اي والله. باي السهير ومن تحت الثياب انهل، وشي عندكم طبه دوي للعاشقين، ولن مت مروبي عليه درب الشباب، لن متت مروبي على درب الشباب، وكان العشق يحيي قروب الميتة. ها شي بعد؟ ها ايش بن بعد؟ ايش بن؟ يا عين هلي وابكي على الوليف بود بود، وخلي الدمع بحر يطامي بمويته، ولا بد وليفه يرجع الزمان يرد، يرد يخشع فواده والتقصف عبرته عبرته. الوالد الحين معنا سؤال. نعم. يقول لك لعمامي وصهوري كل واحد جنبيه، لعمامي وصهوري كل واحد جنبيه، وعدتك لاقيتك اقسم لك الهديه. ايش هذي الفن؟ هاي فن سوري. هاي سوري. 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 اه سوري. 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 فن سوري. ما بصور الوالد سامحني. صورت؟ لا والله ما صورت. ما واحد صور؟ واحد. كيف حالك؟ الحمد لله. بخير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا مرحبا بك. بنسمع قصيد؟ لا والله ما عندي قصيد بصراحه. ما عندي. ميدان؟ ابدا. رزحه؟ ابدا. يعطيك العافيه. احسن احسن مني. من عندك سؤال اصلا؟ عندك سؤال؟ ها عندي سؤال. اي سؤالك؟ لا انا ابو ولا بسمع. ما والله ما عندي. ميدان ما عندك؟ ابدا. مره؟ اه زين. اقول لك لعمامي وصهوري كل واحد جنبيه، وعدتك لاقيتك اقسم لك الهديه. هديه؟ ايش هذي الفن؟ هاي ما صلال اعتقد. الربوبه. الربوبه؟ اه الربوبة. أيوة. مرة. إذا كانت أغنية سالم علي سعيد. نعم. هي. الربوبة. إيه. زين. أنت جاوبت ما بتسمعني شيء؟ لا ما عندي شعر. ما يستوي. ما عندي صدقني. ما يستوي. ما عندي. الربوبة. الربوبة. مرة. إيه. الربوبة وإجابتك صحيحة وفزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سطح. ما شاء الله يعطيك العافية. أحسنت.